أنت دمشق. كنت سأكتب اليوم لك، كنت سأكتب اليوم لك، وأقول لهم كم أنت معشوقة وكم أنا عاشق. أعذريني إن نسيت لغتي، أعذريني إن نسيت لغتي، أنا ما زلت أحاول ضبط شعوري وشوقي ونبضي، فتمهلي قليلا، تمهلوا قليلا، أكاد أن أضبط هذا العشق. واعذريني لأني لن أكتب اليوم عنك، اعذريني لأني لن أكتب اليوم عنك، لأني مشغول بجمالك بخصالك وبهائك، سأملأ قلبي بك قليلا ثم لهم أشرح، سأشرح لهم ماذا يعني أن يجد المنفي في منفاه دمشق، وكيف يصرخ بملء الفم هنا دمشق. أيا امرأة، أيا وطني، أنا وجدت في منفايا وطن، فحيث تكونين تكون دمشق.